السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم على قناتكم سيارات وكازيو المتخصصة في السيارات المستعملة في السوق الجزائرية. في هذا الفيديو تاع اليوم جيب لكم مجموعة من السيارات المستعملة مع أرقام التي مرفقة. طبعا أسعار هذه السيارات تبدأ من 85 مليون وإلى 125 مليون. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم دعم القناة بدغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا تنبيه عن كل فيديو جديد يتم تحميله على القناة. ولما طولوا لكم متابعينا، راح نبدأ مباشرة في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو، فابقوا معنا. نبدأ مع السيارة الأولى معنا في قائمة اليوم، وهي بيجو 208 أكساس سنة 2013. السيارة إيسونس، قدرة المحرك 1.2 في تي 82 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 187 ألف كيلومات، لاكات غري صافية، أوتوموبيل توتوبسيون. صاحبة السيارة من الساولة ولاية الجزائر العاصمة، وسيارة بيجو 208 أكساس هو 112 مليون، البري راه نيغوسيابل، بمعنى انك تقدر تجيب هاد السيارة بسعر اقل. محرك الطوموبيل في حالة جيدة، لا سوسبونسو تاع السيارة جيدة، وهاد 208 اكساس نضيفة. السيارة الثانية بيجو 206 بلوس سنة 2009. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.1 60 شوفو، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 190 ألف كيلومتر، لونطوموبيل غريارجو ولا كات غريز صافية. هذا الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة مباب أحسن ولاية الجزائر العاصمة، رامسة موفيات بيجو 206 بلوس 85 مليون. صاحب السيارة يقبل يبرز. محرك السيارة في حالة جيدة، لاسوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، والسيارة نقية. السيارة الثالثة هيونداي ايون جي ال اس سنة 2014. محرك هذا هيونداي ايسونس، قدرة المحرك 1.0 62 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 114 ألف كيلومتر، لاكات غري صافية، أوتوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من ألجي سونتر، وراه مساهمو في هذا هيونداي ايون جي ال اس 103 ملايين. السيارة فيها راكور في لاريار كوتي غوش، باتشوك باد اكسيدون، مع ذلك الطوموبيل نقية. محرك السيارة امبيكابل، ولا سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. السيارة الرابعة بيجو 207 بريميوم عن 2008. السيارة ديازل، قدرة المحرك 1.6 اتش دي 90 حصان، لابوت فيتاس مانويال. الطوموبيل ماشي 181 ألف كيلومتر، لون السيارة غريارجو ولاكات غريز صافية. الطوموبيل توتوبسيون. صاحب سيارة من ألجي سونتر، راه مساهمو في هاد بيجو 207 بروميوم 115 مليون. محرك السيارة 10/10، لاسوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، والسيارة بصفة عامة نظيفة. السيارة الخامسة شيري فولوين أني 2016. هاد السيارة إيسونس، قدرة المحرك 1.5 109 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 100 ميل كيلومتر، لاكات غريز صافية، أوتوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من رغاية ولاية الجزائر العاصمة، وسيارة شيري فولوين هو 110 ملايين بري فيكسي. محرك السيارة امبيكابل، سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد السيارة نظيفة. السيارة السادسة سوزوكي سيلريو جي ال اكس سنة 2012. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.0 68 شوفو، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 83 ألف كيلومتر، لونطوموبيل نوار ولا كات غريز صافية. السيارة توتوبسيون. صعب طوموبيل من ألجي سونتر، وسيارة سوزوكي سيلريو جي ال اكس هو 125 مليون بري فيكسي. السيارة ما فيهاش بندورة. محرك الطوموبيل امبيكابل، لا سوسبونسو تاع السيارة جيدة، وهاد السيلريو جي ال اكس نقية.
السيارة السابعة سيتروين سيتروان 2008، هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.4 75 حصان، لابات فيتاس مانويال، لونطوموبيل فار ميليتار، لا كاتيغوري صافية، اوتوموبيل توت اوبسيون. صاحب السيارة من حسين داي، ولاية الجزائر، العاصمة، راه مساهمة في هاد سيتروين سيتروان 95 مليون. صاحب اوتوموبيل يقبل يبرز السيارة، فيها صبيعة في ليدوزا لافون والكابو، ما عدا ذلك الطوموبيل نظيفة. محرك السيارة 10/10، على سسبونسو تاع الطوموبيل 10/10. أيا كنا كملنا معكم كامل السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الأخير ما تنساو ديروا جميع الفيديو، ديروا بارتاج، أركب معلومات تفتح صاحب سيارة طريق كالعادة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ما عليكم سوى بالضغط على عرض المزيد أو على عنوان الفيديو، وستظهر أمامكم صندوق الوصف فيه أرقام الهواتف وهي ملتقى فيديوهات أخرى إن شاء الله حول السيارات المستعملة في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.